قانون 8 وقانون 9 على 2008 بما يخص المطور العقاري وما يخص الأراضي الفضاء وفرض الرسوم عليها نقدر نقول هو قانون سيء وعدم جلوس على مع احترامي الأشخاص اللي شاركوا في إصدار هذا القانون واحترامي لجميع الفنيين اللي شاركوا في هذا القانون، لكن هذا قانون سيء والسوء أو السلبية تنعكس على ما حدث ما هي النتيجة. النتيجة اليوم أن أسعار العقار وصلت إلى هذا. أنا أتكلم لك على ما هي نتائج هذا القانون اللي نعتبره إحنا بالسوق العقاري، يعتبرون الناس إذا يطلعون على القانون وهم مطلعين أهل الكويت أنه قانون سيء. نفى صفة الشركة أو المطورة في امتلاك العقار السكني، وهذه طامة كبرى. اليوم أنا نفيت صفة التنافس لبناء المساكن، هذا التنافس يستفيد منه المواطن. كنا نشهد جنوب السرة شهداء والزهراء بيوت على 130 140 وكان في تنافس بين الشركات لتقديم منتجات مميزة بأسعار مخفضة. اليوم الشركات المطور العقاري يستورد المواد البناء بأرخص الأسعار، يستورد العمالة بأرخص الأسعار، فيطلع البيت عنده بسعر مخفض وفي تنافس بين الشركات. هذا التنافس كان يستفيد منه المواطن في الشراء من السوق الثانوي اللي تكلمنا عنه في السابق. انت اليوم نزعت هذا التنافس والغيت شيء اسمه شركات وطبقت لي قانون ثاني اللي هو إضافة رسوم على الأراضي الفضاء بعد 5000 متر، عندك كل متر 10 دنانير على المتر. المستثمر أو المالك أو التاجر إذا تحب تسميه ضاف هذا المبلغ على المشتري. فهذه القوانين الغير فنية، هذه القوانين الغير مدروسة اللي بيرجع منه كان يعني رؤساء اللجان الإسكانية ومن كان بالمجلس في الفترة هذه يقدر يرجع 2008، الموضوع سهل ويحاسب وهو موجود الآن في المجلس هذا. فالموضوع إن ما قاعد نجلس مع الفنيين، عدم أخذ الرأي الفني، عدم رأي القانوني وتقديم قوانين وتشريعات احنا شعبوية القصد منها متسرع أو غير مدروسة، مما يوصلنا إلى نتائج للأسف قيمة جدا على السوق العقاري. هذه القوانين كرست أو زادت أو نفخت القضية الإسكانية ونفخت في الأسعار بسبب عدم دراسة مثل هذه القوانين.